في البداية خلينا أقول إن المشكلة اللي هعرضها عليكم دلوقتي هي أضخم وأعظم وأشهر مشكلة بتخرب معظم البيوت، مشكلة بتولد خيانة وجواز على الزوجة، واقع ملموس في معظم البيوت إن الزوجة بتكون مهتمة بنفسها جداً قبل الجواز، وبتهتم بكل أنواع الروتين الأنثوي من كوافير ولبس وموضة واهتمام وغيره وغيره، لكن بعد الجواز لا، وكأن الجواز خلاص هو نهاية الدنيا وكل ده بيروح في الهوا وبيتنسي، وكأننا ضمننا خلاص الشريك اللي معانا، فمش فارقة بقى شكلي عامل ازاي ولا هيعمل ايه، يعني هو هيروح فين مني. اهمال الزوجة في نفسها هو سبب من اسباب ان الراجل يبص بره، وخلينا اكون صريح معاكم، هو مش مبرر لكنه سبب رئيسي. حتى لو الحب موجود وهو بيحبها، بس المغريات اللي بره أقوى بكتير، والعين أشد على الإنسان من أي حاجة تاني. تخيلي يشوف بره البنات أشكال والوان، ويدخل البيت لا يشوف حلو ولا يشم حلو ولا يلاقي راحة من تعب اليوم، طبيعي المقارنة هتحصل، واللي أكيد مش هتكون في صالح الزوجة المهملة أبدا. وأنا هنا مش جاي أتكلم عن الحلال والحرام، وإن الراجل لازم يغض بصره، وإن الست لازم تلبس كويس ومحتشم، والمواضيع اللي كل طرف فيها بيرمي المسؤولية على التاني، لكن أنا بتكلم من واقع واللي بيحصل واللي بشوفه في مشاكل كتير. نرجع لموضوعنا، في مثل بيقول إيه؟ بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. مهما كان فيه حب وعشرة، مهما كان فيه سنين وذكريات، الإهمال قادر يمحيها من على وش الأرض، قادر يرجعكم 1000 خطوة لورا، والروتين والتعود بيذبح أي علاقة وبيخليها تلج سائع من بعد ما كانت نار أيدة. لا الكلمة هتتحس زي الأول، ولا الحضن هيكون مفعول زي ما كان بيحصل. ومعلش يعني مفيش راجل هيحب يقعد مع ست مهملة في نفسها، وبالتالي هتكون مهملة فيه وفي بيتها. على فكرة يعني أنا بحاول أختار كلام ما يجرحش ولا أوصف أوصاف فيها تجاوز، مش عارف أتكلم أقول إيه يعني، بس يكفي أن أقول إن كل ست عارفة المفروض تهتم بنفسها ازاي، كل ست فاهمه كويس قوي الطريقه اللي تخلي نفسها احلى واحده في الدنيا، وان طول الوقت تكون مقبوله من كل النواحي، علشان لما العين تتحد مع القلب هتلاقي راجل تاني خالص غير اللي انت عرفتيه، حنيه وحب ودلع وكل حاجه بتتمنيها. احنا نزلنا الشارع علشان نسال الناس ايه هي الاسباب اللي بتخلي الست تكون مهمله بعد الجواز. بعد الفاصل استنونا. الراجل دايما عايز يشوف الحلو، الراجل بيحب الاهتمام وبيحب الدلع وبيحب الكلمة الحلوة، مش الست بس، المواضيع دي والمشاعر مش حكر للستات بس. النهاردة نزلنا الشارع علشان نشوف ايه الحاجات اللي بيحبها الراجل في الست، وممكن لو الست ما اهتمتش بنفسها توصل الراجل لإيه. يلا بينا. أكتر حاجة الراجل بيحبها في الست إيه؟ هي حاجات، حاجة واحدة معينة؟ لا صعب، حاجات كتير. قولي الحاجات الكتير. يعني أهم حاجة طبعا تكون يعني تكون هادية رقم واحد، تكون متفاهمة، تكون حلوة، تكون في بيتها أحلى من كل اللي أنا قلته ده، ويعني هو ده اهم شيء، ان هي تكون هاديه ومتفاهمه وتكون حلوه في جوه بيتها. طب ايه رايك في الست المبهدله والست المسترجله في بيتها؟ لا 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 ما تنفعش، الجواز بيبوظ على طول، ما بتكملش. لا يعني لو واحد عايش مع مراته ومراته مبهدله يتصرف ازاي؟ هل مثلا يتجوز عليها ولا ينصحها ولا يعمل ايه؟ لا هو طبعا لا، في نصيحه وتستمر، يعني تقعد النصيحه دي كذا مره اكتر من 3-4 مرات. لو في يعني اصرار على يعني ان هي تبقى مبهدله او تبقى حاطه نفسها جوه الموضوع ده، يعني هي بتبقى مش في صالحها. يعني لو الراجل بدا يدور بره هي ما تزعلش، يعني تلوم نفسها، تبتدي تلوم نفسها، تبص لنفسها. مسؤوليه الست دلوقتي اللي هي مثلا تقول الراجل بصباص، الراجل ملوش امان، الراجل لا 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 لا، هي رقم واحد من الست. يعني الست هي اللي بتحافظ على الراجل بكل الحسابات بكل القياسات، زي ما تقول زي ما انت عايز. لو هي اختارت الراجل في الاول اختيار صح
وتوافقوا تمت خطوبة وبعد كده تم جواز، الدور والباقي عليها أكبر من الراجل. الراجل عليه دور لكن الست رقم واحد. وإزاي ما الراجل بيحب إن الست تهتم بنفسها، ما لازم الراجل يكون سمباتيك برضه؟ طبعا طبعا. ما أنا بقول لحضرتك، ما هو الست برضه هرجع اللي أنا قلته، هي اللي بتوجه. يعني لو شافت في الراجل مثلا حاجة عايزة تغيرها، عايزة يبدلها، يكون لي وجهة نظر تانية يغيرها، بتقوله وهو بيتفهم. ولازم يتفهم، العند ما ينفعش يكون موجود في الراجل. الراجل لازم يبقى كويس، لازم يبقى جميل في نفسه، لازم يهتم بنفسه. ما ينفعش هو يقول اعملي وسوي وحطي وركبي وروحي وهو لا. احنا بنفترض ان واحد متجوز ست مهملة دلوقتي، يعمل ايه؟ يتصرف ازاي طيب؟ ونصيحتك ايه للست دي؟ نصيحتي ليها يعني لا تبعد عن التليفون شوية، وتهتم بجوزها، لأن جوزها طبعا هي نعم الست العمود الفقري في البيت. ماشي. انما برضه لازم تهتم بجوزها وتشاركه في شغله وتشاركه في كل حاجة في حياته، لأن دي خلاص أسرة، مش كل شوية نتجوز بقى وشغل نطلع، لا هي حياة. الجواز أساسا الحب كويس، الحب حلو. عايزين نقول للست بلاش، الراجل عايز يتجوز أنثى، أنثى بمعنى الكلمة. ست والستات عموما عندهم أسلحة كتير يقدروا يعني يطيبوا بخاطر الراجل ويشدوه. انت الصوره الجميل. لا والله انت صوره جميل جدا، وانت لو خطبتهم كده على فكره والله العظيم ده احلى حاجه في الدنيا كلها، الجواز والستات والمعامله الكويسه. الدين معامله صح، الدين معامله. النهارده موضوعنا ما تزعليش مننا، يعني النهارده موضوعنا عن الست اللي مبهدله في نفسها، عن الست المسترجله. رجاله كتير بتشتكي وبيجي لنا شكاوى ان بعد فتره الخطوبه بتعدي بكل لطف وحلاوة، بعد الجواز بيتصدم في الست ان هي ابتدت تهمل في نفسها. الكلام ده ايه رأيك فيه؟ انا رأيي انها هي كانت بتمثل عليه قبل الخطوبة في وقت الخطوبة، وبعد كده خلاص هي حقيقتها بانت. بس مش كل الستات يعني. لا طبعا مش كل الستات، لا اغلب الستات طبعا طبعا بيهتموا بنفسهم، لكن بيجي لنا بعض الشكاوى من الرجالة ان هو عينه بتبص برا علشان اهل بيته مش مهتمين بنفسهم. لا ده اعتقد هو اللي عنده نقص يا راجل. أكيد. ولا عشان ده واقفه هو اللي عنده نقص. طب انت رايك في الموضوع ده؟ هو بيرجع للراجل، في راجل بيدي للست مساحه كويسه انها تهتم بنفسها، سواء ماديا او نفسيا، ان هو بيساعدها في مسؤوليات الحياه برده، ما يبقاش كله عليها. ما هي بتعمل في نفسها ليه؟ مش عندها وقت، شايفه البيت والاطفال والمذاكره وحاجات كتيره. لكن لما بيشاركها في الحاجات دي ويشاركها ان روحي اهتمي بنفسك، روحي الكوافير مثلا، روحي اشتري هدوم جديده، ننزل مع بعض، بتلاقي لا في اهتمام. طب تنصحيها تقول لها ايه للست المسترجله اللي ما بتستخدمش سلاح الانوثه؟ طبعا ده الرجال قوامون على النساء، القران اللي قال كده، ما ينفعش هي تبقى راجل، هي اساسا المفروض انها انثى، فانها تبقى رقيقه ولطيفه. الراجل، وبعدين على فكره عايز اقول لك على حاجه، انا اقدر اعمل اللي انا عايزاه برده برقه. يا سلام. اقنعه باللي انا عايزاه من غير ما استرجل. ما هو ده سلاح من اسلحه الست. هتتعدي واحوالك هتتبدل باذن الله. في كلمتين حابب اقولهم في ودن الراجل برضو، ما تبقاش انت مهمل في نفسك وتطلب من مراتك ان هي تبقى عارضة ازياء. علشان تاخد هي الخطوة لازم انت كمان تاخد خطوة. والاهتمام بالشكل والنفس ما تخلقش للستات بس، لا الراجل كمان لازم برضو. الراجل لما مراته تبصله تشوف ايه اللي يفرحها ويسعدها. ما تبقاش مهمل بنفسك في كل الطرق وتطلب من مراتك ان هي تبقى ملك الجمال. نصيحتي اهتموا بنفسكم زي اول مرة كنتوا رايحين تشوفوا فيها بعض، هتلاقوا نفسكم فعلا مقصرين جدا في حق بعض. بس برضو الست بإيديها إنها تمنع حاجات كتير ممكن تهد البيت بحاجات بسيطة جدا، إنها بالمصطلح البلدي ما تسترجلش. ربنا لما خلق الأنثى خلق فيها صفة مشتقة من اسمها وهي الأنوثة، والأنوثة دي حبة مواصفات اتزرعت بالفطرة جوا كل واحدة بنت. ربنا زرع فيها حنية أكتر من راجل، اهتمام بنفسها أكتر من راجل، منحها طبقة صوت مختلفة وعاطفة جبارة، منحها حياء كبير وعاطفة جياشة، حبها للأمومة والأطفال. ربنا خلق الست وجواها طاقة جبارة يمكن هي ما تعرفش عنها حاجة. وأي ست اتخلقت حلوة أيا كان شكلها، فالراجل في بيته مش عايز يشوف راجل زيه في طريق كلامه وفي لبسه وفي تعاملاته. في ستات دايما جوا بيتها ما بتستخدمش سلاح الأنوثة،
ودايما صوتها عالي وكلامها ناشف، طريقتها منفرة، لا بتستخدم حبة الحنية ولا الدلع على جوزها حتى في لبسها، مفيش أي تناسق من أي نوع. الراجل بيكون عايز دايما يحس إن الست اللي معاه ست بجد، في لبسها ونظراتها، في كلامها وفي صوتها، زي ما هي بتكون عايزة راجل سند حنين عليها وبيحبها، هو كمان بيبقى محتاج يشوف ست بجد. شكرا ليكم وإلى اللقاء.